بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا للزملاء على هذه الالتفاتة، وأنتم تتواجدون خلال هذه الأمسية وسط هذه القاعة الفسيحة الجميلة التي تجلب الأنظار وتمارس فيها تدريب رياضة الكاراتي من طرف بناتنا وأبنائنا المقيمات والمقيمين بالجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، من خلال جمعية رياضية نشيطة تسهر على كل ما يتعلق بتنقلاتهم وبتحفيزهم، وإيمانا من السيد الرئيس الجمعية أخونا الحاج محمد الزعر بالدور الذي تلعبه الرياضة، وتحفيزا منه لهذه البطلات وهؤلاء الأبطال على ما حققه في المدة الأخيرة من نتائج إيجابية خلال مختلف المنافسات المحلية الجهوية والوطنية، والتي توجت مؤخرا بما تم تحقيقه في كل من مدينتي وجدة وطنجة. اليوم السيد رئيس الجمعية أبى إلا أن يستقبل هؤلاء بحفل استقبال ينظم على شرفهم بهذه المناسبة، ووزعت خلال هذا الحفل كذلك مجموعة من الميداليات والشواهد التقديرية على الأبطال والبطلات، متمنين لهم المزيد من العطاء وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تشرف الجمعية وترفع رأس الجمعية عاليا. وهذه سنة أعتقد على أن السيد رئيس الجمعية أخونا الحاج محمد الزعر يريد أن يسنها مستقبلا بطبيعة الحال، وهي التحفيز وتشجيع والمزيد من التشجيع لهؤلاء الرياضيين وهاته الرياضيات على ما يبذلونه من أجل تشريف الجمعية خلال كل الملتقيات، قلت المحلية الجهوية والوطنية. شكرا للزملاء على هذه الالتفاتة من أجل تمكيننا من إدلاء بهذا التصريح.